حسنا، مرحبا، أنا أدعى جوانا كانتيك وأنا أعمل في مركز القلب العالمي وأنا أنسق مع المرضى. أنا سعيدة بوجودي هنا. إن مركز القلب العالمي هو تحالف لجمعيات القلب ويهدف إلى توحيد كل أصوات الذين يعانون أو هم متأثرين بأمراض القلب. نحن نعقد الشراكات مع مختلف في الجمعيات والمنظمات عبر العالم من أجل المساعدة وتقديم الدعم، ونحن قد نظمنا هذا الاجتماع، هذا الويبينار مع شركائنا في لبنان، ولذلك أريد أن أرحب بالجميع ولكل من يبحث عن الدعم أو المعلومات من أجل الفهم أو الوقاية أو التعايش مع قصور القلب. طبعا نحن نقدم الدعم، ومن منشوراتنا الحديثة دليلك لرحلتك مع قصور القلب. بعد الملاحظات، أولا أريد أن أشير إلى وجود أو توافر الترجمة الفورية إلى اللغة العربية، لذلك إن أردتم الاستماع إلى الترجمة الفورية إلى اللغة العربية يجب أن تضغطوا على زر الترجمة. أذكركم أيضا بأن هذا الويبينار يتم تسجيله وسوف يتوافر لاحقا على الإنترنت، وطبعا سوف يسرنا أن نجيب عن كل الأسئلة. سنستمع أولا إلى السيشتريت التي تخطت إذا مشكلة قصور القلب وشاركت في وضع الدليل. نرحب أيضا بالدكتورة أنجلا مسوح الاختصاصية في التمريض وإذا في قصور القلب من الجامعة الأمريكية في بيروت، ولاحقا سيكون هناك مناقشة مع مرضى يعانون من قصور القلب. سوف نستمع إلى وجهة نظرهم وخبراتهم. والآن من دون الإطالة فأعطي الكلام لآيستي. شكرا جوانا. مرحبا الجميع، أنا أدعى آيستي سرايتي وأنا أشارك في المجلس التنفيذي للجلوبال هارت هاب. أنا ناجية من قصور القلب، فقد تمت زراعة قلب لي منذ عدة سنوات. سوف أقدم لكم دليل أو لمحة عن دليلك لرحلتك مع قصور القلب الذي يستهدف الناس الذين يتعايشون مع قصور القلب. الشريحة التالية، سأبدأ بهذه المقولة ألا وهي أننا نعرف بأنه يوجد فجوة ما بين توصيات المبادئ التوجيهية وما يحصل بالفعل. من هنا الحاجة لتوافر دليل للمرضى من أجل تثقيف أنفسهم، وأيضا أن يتمكنوا من التعايش وتخطي مشكلتهم. إذن إن مركز قلب العالمي قد نشر أول دليل صديق للمرضى على المستوى العالمي، وجاء ثمرات تعاون منطقة أمريكا ومنطقة أوروبا والمتوسط وشمال، عفوا، وشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والباسيفيك من خلال ورش أعمال بالإضافة، وقد تضمن خبرات إذن من المرضى، أطباء القلب، اختصاصيين في الرعاية الأولية، ممرضين، وأيضا اختصاصيين في اتخاذ القرار. وإذا وهذا الدليل ارتكز إلى مبادئ التوجيهية العيادية الأوروبية والأمريكية، كذلك ارتكز إلى الحوار مع ممثلين عن مجموعات للمرضى من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى عدة طبعا أدلة محلية وإقليمية، وذلك بهدف تقديم أفضل عناية لمرضى قصور القلب. هنا سوف
ترون. إذن سكان كود أو رمز إن ضغطتم عليه سوف إذن ينقلكم مباشرة إن نسختموه إلى الدليل، فرجاء تقوموا بنسخه من خلال هاتفكم من خلال الكاميرا. الهدف لهذا الدليل تقديم المساعدة لمرضى قصور القلب وكذلك لمقدمي الرعاية، ذلك من أجل فهم أفضل مسارات العناية الفضلى وكذلك التوقعات المبنية على المعلومات وتشجيع أيضا تدابير الرعاية ما بين المرضى والأطباء بصورة أفضل. وسوف يتوفر هذا الدليل الأساسي بالشكل أو الصيغة الرقمية بسبب إذا كبر حجمه. إذا بالنسبة إلى أهداف هذا الدليل، أولا مساعدة الأشخاص الذين تم تشخيص قصور القلب، إصابتهم بقصور القلب، وأيضا الذين يمكن أو هم معرضون لخطر إذا الإصابة، وكذلك مقدمي الرعاية، وكذلك لا سيما بالنسبة إلى أيضا الأدوية. و أيضا من الأهداف أيضا مساعدة إذا الأشخاص الذين هم معرضون لخطر كبير إذا بسبب الأمراض المرافقة التي لديهم، وكذلك مساعدة إذا المصابين بقصور القلب بأن يقوموا بدور فعال من خلال بالتعاون مع فريق الرعاية المتعدد الاختصاصات والاتفاق على المعالجة أو العلاج الأفضل. الأهم تفهم ما يمكن توقعه والأسباب. الشريحة التالية: كل شخص مصاب بقصور القلب هو فرد، هو الشخص، وبالتالي لا يمكن استبداله أو استبدال النصائح التي ترده من فريق الرعاية. وطبعا ذلك يمكن أن يتأثر بالظروف الفردية أو المحلية، فبعض ربما الاختبارات والأدوية والعلاجات قد لا تكون متوافرة في بعض الدول. وبالتالي فإن إصابتهم أو مرضهم سوف يؤثر بهم بشكل خاص، وبالتالي إن كان هناك أي تساؤلات أو أي استفسارات أو مخاوف فيجب التواصل بشأنها مع فريق الرعاية أو مجموعة المرضى المحلي. بالنسبة إلى محتوى الدليل، فهو يضم 7 مسائل بحسب مبادئ التوجيهية، وهكذا سوف يتمكن المرضى من الحصول على معلومات ولا سيما بالنسبه الى تشخيص العلاج الى ما هنا، وكذلك اعاده التاهيل، وكذلك معلومات معمقه بالنسبه الى كل هذه المواضيع او المسائل. اولا ما معنى قصور القلب؟ كيف يتم تشخيصه؟ كيف يتم علاجه؟ ما هي المعدات، الاجهزه والعمليات الجراحيه؟ ماذا بالنسبه الى علاج المستشفيات لا سيما بالنسبه الى الحالات الحاده؟ اعاده التاهيل القلبيه والرعايه المسبقه والتعايش مع قصور القلب. كذلك فان المرضى سوف يتعرفون الى اشخاص اخرى مثلهم مصابون، بالتالي يتحدثون عن تجاربهم، عن تحدياتهم اليومية المشتركة. وفي أيضا سوف يتمكنون من تعلم أكثر عن مرضهم، وبالتالي سوف يقدم هذا الدليل الدعم لكي يحصلوا أكثر على المعلومات ويتبادلوها. ونظرا إلى صعوبة إيجاد جودة معلومات جيدة لا سيما بالنسبة إلى العلاج، لذلك يقدم الدليل العديد من المرجعيات والمعلومات بهذا الخصوص، وهكذا يتم تقديم الدعم للمرضى لا سيما إن أرادوا معرفة المزيد. وإن المرجعيات يتم أن وهي مذكورة في كل إذن الدليل وفي نهاية الدليل، أيضا في آخر الدليل هناك طبعا روابط يمكن من خلالها الحصول على المزيد من المعلومات ومعرفة أين يمكن الحصول على المزيد من المعلومات، وأيضا هناك قائمة بالمنظمات الخاصة بذلك وهي متوافرة أيضا على موقعنا على الإنترنت.
إذا تم وضع الدليل بصيغة رقمية ومن أجل تسهيل الاطلاع عليها، فقد وضعنا ملخصات، 8 ملخصات، بعضها أطلق أو نشر الأسبوع الماضي، وهو يحتوي المعلومات الأساسية من كل قسم، وهي تقدم طبعا إمكانية طباعة هذه الملخصات، وبالتالي أن نحملها إلى الطبيب في زيارتنا إليه، وكذلك بالحصول تمكن من الحصول على كل المعلومات الأساسية الرئيسية في أي مكان وفي أي زمان. هذا الدليل الصديق للمستخدم يقدم أيضا أمثال، إذا أذكر بالصيغة الرسمية. الآن أريد أن أختم مداخلتي باقتباس من الدليل. تذكروا بأنكم لستم بمفردكم، فإن مجموعة المرضى بكسور القلب المحلية وفريق الرعاية هم موجودون من أجل تقديم المساعدة وجعل حياتكم أفضل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا آيسي على تعريفنا على هذا الدليل، لا سيما وأنه يشكل أداة مفيدة جدا، لا سيما بالنسبة إلى المرضى المصابين حديثا. وطبعا في نهاية هذا الاجتماع سوف نقدم لكم إيميل ورابط من أجل الحصول بشكل أسهل على هذا الدليل. الآن أعطي الكلام لأنجيلا. شكرا جوانا، يمكنكم أن تروا شاشتي، أليس كذلك؟ نعم. أولا أريد أن أشكر الحضور، أنا سعيدة جدا لرؤية أعداد المشاركين من عدة دول في الشرق الأوسط وخارج الشرق الأوسط، وإنه شرف لي أن أتحدث إليكم. وطبعا هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات بالنسبة إلي. سنتحدث إذا عن استخراج قصور القلب من قلب القصور، لا سيما بالنسبة إلى المصطلح التي لديها معاني سلبية، ولكن أنا سأحاول أن أرشدكم على كيفية العيش بطريقة إيجابية رغم إصابتكم بقصور القلب. ما هو قصور القلب؟ هو طبعا ظرف صحي خطير حيث لا يمكن للقلب أن يضخ الدم بما فيه الكفاية في كل الجسد لكي يحصل يعمل جيدا ويحصل على الأكسجين وكل المغذيات ويعمل بشكل طبيعي، وذلك يشعر المصابون بالتعب. وطبعا كذلك هذا يعني عدم القدرة على التخلص من النفايات، مواد السامة، ومن هنا تراكم السوائل ولا سيما في الرئتين، وهذا ما يؤدي أيضا إلى مشاكل أخرى. طبعا يمكننا أن نشاهد هذا الشريط الفيديو باللغة العربية، ولكن يمكنني لاحقا أن أضع إذن أو أعرض الترجمة إلى اللغة الإنجليزية، أو بالعكس سوف نستمع إلى ذلك باللغة الإنجليزية ولكن الترجمة متوفرة إلى اللغة العربية. كما ترون فإن القلب يعمل بهذا الشكل، ولكن هنا نرى بأن نسبة الأكسجين منخفضة، هنا يتم التخلص من ثاني أكسيد الكربون وهنا يدخل الأكسجين. الآن يصبح بهذه الطريقة الأكسجين ذات نسبة مرتفعة، وكذا يعمل القلب على ضخ الدم بحيث يعمل ويرسله إلى كل الجسم لكي يحصل على الأكسجين الكافي والمغذيات الكافية. المشكلة بالنسبة إلى كسور القلب تحصل في هذه الغرفة من غرف القلب، فعندما تصاب بالضعف إن عملية الضغط تصبح ضعيفة، وبالتالي فإن الكلى إذا تعمل إذا بشكل أقل، وبالتالي يكون هناك تراكم للسوائل، و
أيضا هناك ضغط، إذا بسبب ذلك ضغط، ارتفاع في الضغط، وهذا ما سوف يسبب ارتفاع الضغط في الرئتين وإلى تراكم الرغبة، وهذا ما يفسر مثلا عدم تمكنكم أو شعوركم بالراحة أو تمكنكم من النوم عند الاستلقاء بصورة أفقية وحاجتكم إلى أن رفع رأسكم. إذا ما يحصل بالنسبة إلى ما هي المشاكل التي تنتج عن قصور القلب؟ إذا طبعا إن جسمكم يحاول طبعا التأقلم مع كمية الدم بحسب حاجات الجسم، هذا ما يعرف بالتعويض، وإن القلب سوف يزيد من عدد الدقات أو الضربات، وهذا ما يعرف بالتاكيكارديا أو زيادة أو تسارع دقات أو ضربات القلب من أجل ضخ المزيد من الدم حول الجسم، وكذلك يحصل تمدد أو توسع في الحجم، لأن بسبب زيادة كميات في محاولة لزيادة كمية الدم وضخها، ومن هنا ازدياد سماكة عضلة القلب، وهذا ما يمكن أن يسيء أو يزيد من حالتكم سوءا. ولذا وفي هذا الإطار نحن إذا نقوم بوضع أطر العلاجات والأدوية من أجل التعويض عن هذه الثغرة. بالنسبة إلى مقدمي الرعاية وبالنسبة إلى المرضى، الأهم أن تعرفوا بأن الإصابة بقصور القلب ليست عقوبة إعدام، لن تموتوا. هناك أفكار خاطئة ومعتقدات خاطئة بأنكم لن تعيشوا كثيرا، وأغلبها من الأساطير والخيال. طبعا يمكنكم التعايش معها، هناك طرق يجب اتباعها للتمكن من التعايش مع قصور القلب. سوف أذكر بعض الأفكار الخاطئة ومعتقدات الخيالية الخاطئة. مثلا نسمع بأن قصور القلب تعني بأن القلب سوف يتوقف عن الخفقان، هذا غير صحيح، لأن طبعا إن القلب مصاب بضعف وهو لا يستطيع ضخ الدم بما يكفي كما يجب، ولكن هذا لا يعني بأنه يتوقف عن الخفقان. نحن نسمع بأن قصور القلب هو أمر خطير، هذا صحيح، ولكن ويمكنه أن يكسر القلب، ولكن طبعا يمكنكم أن تتعاملوا ومع وتتعاونوا مع الممرضين، مع الأطباء، والحصول على علاجات فعالة، وبالتالي أن تحدثوا تغييرات إيجابية وتتحسن حالتكم. أيضا من الأفكار والمعتقدات الخاطئة بأنه لا يمكن لا علاج لقصور القلب، ولكن الحقيقة أنه يوجد الكثير وعدة علاجات متوافرة وهي فعالة وتخفف من العوارض وطبعا تؤخر تطور المرض، ويمكنكم أن تتحدثوا عن كل هذه الخيارات مع طبيبكم، ويجب أن تحصلوا على المزيد من المعلومات. وهناك من يقول بأن المصاب بقصور القلب يجب أن لا يقوم بالتمارين ويمارس الرياضة، وهذا ما أسمعه كثيرا، ولكن هذا خاطئ جدا. فمن المهم جدا أن يقوم المريض بالتمارين، وهذا يساعده ويساعد أيضا على تدفق الدم بصورة أفضل، وقد يخفف، ومن شأنه يخفف أيضا من العوارض. هناك أيضا من يعتقد بأن قصور القلب نتيجة طبيعية للتقدم بالعمر، وهذا ما هو سائد في منطقة الشرق الأوسط، ولكن هذا غير دقيق، وأنا متأكدة بأن ذلك أيضا موجود في ثقافات أخرى، ولكن أنا لاحظت ذلك في منطقتي، ولكن هذا غير صحيح، لأن طبعا ربما معظم مرضى قصور القلب هم من الطاعنين في السن، ولكن هذا لا يعني بأنه لا يوجد شباب وحتى أطفال هم من المصابين بقصور القلب، وبالتالي هذا غير دقيق، وكل ذلك تلك المعلومات موجودة في الدليل. لذلك إن كان قلبكم ضعيف فيجب القيام بالتغييرات التي تحسن من عمل قلبكم، وإلا سوف يصاب قلبكم بالضعف أكثر.
وسوف أتحدث أكثر عن الدليل فيما يلي، وهذا ما سوف يعطيكم الفرصة لتحسين ظروف حياتكم وظروفكم الصحية. ماذا بالنسبة إلى عوامل الخطر وخطر إصابة بقصور القلب، مثلا تاريخ وجود حالات سابقة في العائلة، التدخين، مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، عدم ممارسة التمارين، عدم الحراك بما يكفي إلى ما هنالك. وبالنسبة إلى التشخيص فيتم عبر طريق مثلا التشخيص عبر طبيب القلب مع التركيز على عضلة القلب، الخضوع لاختبارات للدم ما يعرف بالبي ان بي، وهي متوافرة في معظم البلدان رغم بعض ربما القيود في بعض الدول، كذلك الخضوع لتخطيط القلب الكهربائي أو مخطط الصدى للقلب، وكذلك الأشعة السينية للقلب، لا سيما هذا يسمح لنا بالاطلاع على وجود أي سوائل في منطقة القلب. ما هي العوارض وما هي الأعراض عفوا والعلامات؟ وهذا مهم، مهم الاطلاع على المعلومات للمرضى ومقدمي الرعاية لكي تعرفوا وتتمكنوا من تحديد أي حالة إصابة بقصور القلب بعد التعرف على هذه المعلومات. طبعا أريد أن أشدد على أن الأعراض هي مرتبطة كثيرا بالثقافات، ومن هنا اختلافها ما بين الثقافات والمجتمعات، فإن طريقة ردة فعل المصابين مع الأعراض تختلف من منطقة إلى أخرى، وبالتالي مثلا بالنسبة إلى ملاحظة التغييرات فهي ترتبط طبعا بكثافتها، بحدتها، بتوترها، بحجمها، بحداثتها، بخطورتها. أعطيكم مثلا أحد المرضى كانت سيدة، وقد بعد أن مشت الممر للوصول إلى العيادة أصيبت بقصور التنفس، فظنت بأنها مصابة بقصور التنفس، فسألتها هل هذا يحصل عادة؟ فقالت بأنها دائما ما تشعر بذلك، لذلك هي لم تدرك مسبقا بأن هذا كان أهم العوارض بإصابتها بقصور القلب، لأنها تعايشت مع تضيق النفس، لذلك شرحت لها ما هو الطبيعي وما هي الأعراض غير الطبيعية. إذن من هنا أهمية إدراك تغيرات في جسمنا. وطبعا هناك الكثير من المعتقدات التي تشير بأنه من الطبيعي أن كل الطاعنين في السن والمسنين يجب أن يشعروا، من الطبيعي أن يشعروا بالتعب، وبالتالي ليس بالضرورة الربط بين التعب والإرهاق وقصور القلب. وأحيانا هناك إصابة بقصور القلب من دون عوارض، هناك بعض المرضى يقولون لي بأنهم يشعرون بخير وحتى أنهم يتوقفون عن تناول الدواء لأنهم لا يشعرون بالتعب أو بالخفقان أو بضيق التنفس، فأنبههم بأنهم لن يشعروا بتلك العوارض بفضل الأدوية التي كانوا يتناولونها، ولكن توقفوا عن تناول الأدوية سوف تعادهم تلك الأعراض. أحيانا إن شعرنا بالحزن ولدينا مشاكل عائلية ومالية، فطبعا إن هذه المشاعر من شأنها أن تزيد من شعورنا بالتعب وبالعوارض، فإن الحالة العاطفية والظروف التي نعيش بها بالنسبة إلى المرضى ذات الأمراض المزمنة فهي مهمة جدا. هناك أيضا على مستوى التصنيف الوظيفي فقد تم تحديد 4 مراحل للحدود إذن الجسدية، وذلك من خلال جمعية القلب في نيويورك، فهناك المستوى الدرجة الأولى حيث لا يوجد قيود أو حدود للحركة أو النشاط الجسدي،
هذه. أما المستوى الثاني فهناك بعض الحدود، وأما المرحلة الثالثة فهناك حدود أكثر وقيود أكثر، إعاقة أكثر للحركة، رغم أنهم يشعرون بالراحة عند استراحتهم. وطبعا هناك المرحلة الرابعة حيث لا يستطيع المرضى القيام بأي نشاط. بالنسبة إلى العوارض التي تنتج عن تراكم السوائل، فهناك ضيق التنفس، السعال، الصفير عند النوم، ازدياد الوزن، تورم الكاحلين أو الرجلين إلى ما هنالك. 30% من الأشخاص الذين يتعايشون مع قصور القلب فأحيانا لا تكون لديهم إذن عوارض ظاهرة. فإذا هناك 30% من المصابين بقصور القلب إنما لديهم عوارض صامتة غير ظاهرة. من أجل تحضيركم للانتقال من المستشفى إلى منزلكم، فطبعا هناك ممرضين وهناك اختصاصيين لمساعدتكم ومساعدتكم، لا سيما على إيجاد مكان خاص، مكان أفضل للتعايش مع مرضكم ضمن حياتكم، ولكن من دون أن تحد حياتكم أو تكون حياتكم محدودة بالمرض. هناك ما يعرف بالصيانة الرعاية الذاتية، أي كل السلوك والتصرفات التي تحافظ وتصون وتعزز الرفاهية العاطفية والجسدية على المستوى العاطفي، على المستوى الصحي، على المستوى النفسي، الصحة العقلية النفسية. هناك الرصد الرعاية الذاتية، أي إذا الرصد والكشف عن أي تغيرات في عوارضكم، في علاماتكم بصورة متعمدة بصورة روتينية. وهناك إدارة الرعاية الذاتية، أي الاستجابة عند أو ردة فعل عند تقييمكم أو إيجادكم لأي تغييرات. فمثلا أن تلاحظوا ازدياد وزنكم 2 كيلو مثلا بين يوم الاثنين ويوم الأربعاء الخميس، فعندها يجب أن تتصلوا بالطبيب وتتوقفوا مثلا عن تناول الملح والطعام المملح لمدة 48 ساعة على الأقل. وطبعا للتمكن من القيام بذلك يجب أن تفهموا التغييرات في جسدكم والأعراض، لأن بعض المرضى لا يستطيعون فهم التغييرات في جسدهم وبالتالي لن يتمكنوا من إدارة مرضهم. ما يجب القيام به من أجل تحسين جودة حياتكم، نوعية حياتكم، يجب أن تستمروا في القيام بالتمارين، في أن تكونوا نشيطين، في أن تتنبهوا لصحتكم وتنتبهوا على صحتكم النفسية العقلية، وأن تتناولوا أدويتكم بحسب وصفة الطبيب. وأيضا وعند حصول أي احتباس وتراكم وحصول أي حالة استسقاء، يجب أن تخففوا من تناول السوائل، ولكن من دون تخطي طبعا الحدود المسموح بها. وكذلك ليس فقط من خلال السوائل كالمياه، ولكن أيضا من خلال الفاكهة وبعض الأطباق أيضا مثل الحساء. يجب أن تتبعوا حمية صحية للقلب مع تخفيف الملح، مع تذكير بأن ملعقة من الملح إنما تساوي 2400 ميلي جرام من الصوديوم. وطبعا نحن لا نعني بالملح الملح الطعام على الطاولة، مائدة الطعام، بل أيضا المتواجد في مختلف الأطعمة. من هنا أدعوكم إلى شراء لحوم طازجة، خضار، فاكهة، سمك، دجاج، الابتعاد عن الأطعمة المعدة سابقا في المعلبات، الزيتون، الفاصوليا، أيضا الشيبس، الكاتشب، كل الصلصات، أيضا صلصات البندورة، الكبيس، صلصة الصويا، صلصات السلطة،
وغيرها من المكسرات، وايضا من الزبده، من الجبنه، من اللبنه. الافضل ان تشتروا كل هذه المنتجات او تتفادوها او تشتروها وهي خاصه بالحميه او قليله الملح، اي لو سولت كما نقرا بالانجليزيه طبعا. وطبعا هناك خيارات لتحسين طعم الطعام خلال استخدام منكهات اخرى غير ضاره، يجب ان تتناولوا ايضا ادويتكم بحسب وصفه الطبيب. وطبعا اذا في حال نسيتم ان تاخذوا اي جرعه، فيجب ان لا تضاعفوا الجرعه وتاخذوا جرعتين في الوقت عينه. لا تأخذوا أي أدوية إضافية من دون الرجوع إلى الطبيب، حتى بالنسبة إلى المكملات الغذائية أو أيضا الأدوية الملطفة للآلام. لا تتوقفوا عن تناول أي دواء من تلقاء نفسكم، يجب أن تزنوا، تقوموا بوزن أنفسكم كل يوم بعد الدخول إلى المرحاض، قبل أيضا الاستحمام وقبل تناول الطعام أو الشرب، ودائما وأنتم ترتدون الثياب عينها وبعد أن تخلعوا أحذيتكم. وإن لاحظتم أن وزنكم زاد ما بين 1.5 كيلو إلى 2 كيلو في خلال يومين، يجب أن تتصلوا بالطبيب. يجب أيضا أن تراقبوا ضغط الدم ونبض القلب، مثلا إن بالنسبة إلى الرقم 120 على 70، لا تذكروا، لا تنسوا. لذلك يجب أن تسجلوا كل من الرقمين لأنها معلومات مهمة جدا، وهي تسمح بمعرفة نمط قلبكم الذي يتبعه ونمط دقات وضربات القلب. أيضا يجب التوقف عن التدخين، لأن التدخين يضغط كثيرا ويؤذي كثيرا الرئتين والقلب، هو خطير جدا. كل أنواع السجائر وأيضا الشيشة أو النرجيلة. وطبعا إن لم تتمكنوا من الإقلاع عن التدخين بمفردكم، يمكنكم الحصول على الدعم من الاختصاصيين. يجب أن تستمروا بالقيام بالتمارين وأن تستمروا بنشاطكم الجسدي، هذا مهم، هذا أساسي. ولكن طبعا يجب أن تستريحوا وأن تقوموا بالتمارين بطريقة معتدلة قبل أن تصابوا بضيق التنفس وبالتعب الشديد. يجب أن يكون هناك فقرات استراحة ما بين أنشطتكم. كذلك بالنسبة للنشاط الجنسي، فطبعا يمكنكم أيضا ممارسة الجنس، فكل ذلك يساعدكم على التحسن والتعايش مع مرضكم، ويساعد ويحسن من نوعية طبعا حياتكم. أيضا بالنسبة إلى اللقاحات، مهمة جدا لا سيما بالنسبة إلى لقاح ضد الإنفلونزا، لقاح أيضا ضد الكوفيد، وأيضا ذات الرئة، يجب أن تستفسروا عنها، هي مهمة جدا وتحول دون ذهابكم إلى المستشفى، اضطراركم للذهاب إلى المستشفى في كثير الأحيان. وفي النهاية أنصحكم دائما الانتباه أو تقديم إلى الأولوية والانتباه على جسدكم. شكرا أنجلا على هذه المداخلة المفصلة الواضحة، شكرا على مداخلتك، ونحن مسرورون الاستفادة من خبرتك الواسعة. والآن سوف نستمع إلى عدد من المرضى، سوف نستمع إلى خبراتكم، إلى تجاربكم مع هذا المرض. لذلك أطلب إليكم أن تفتحوا الكاميرا لكي تنضموا إلينا. سأبدأ بالسيد إكمكجي، بعد أن حدثتنا قليلا عن نفسك نعطيك الكلام.
عفوا آيستي، نبدأ بالسيدة آيستي، عذرا، بعد أن تعرفنا قليلا عليك، هل أخبرتنا قليلا عن تجربتك؟ طبعا أنا تم تشخيصي بالإصابة بكسور القلب منذ 7 سنوات، وكان تشخيص غير متوقع، وعشت على مدى سنتين على بفضل علاج بالأدوية، ولكن هذا قد تسبب بتراجع حالتي، ولاحقا تمكنت من الخضوع لعملية زراعة للقلب. وطبعا في خلال كل مراحل العلاج والعملية وبعد العملية تعلمت الكثير ومررت بالكثير، وأنا نشطة على مستوى تقديم الدعم للمرضى والمناصرة من أجل الدعم من أجل المرضى، وأنا فعلا متحمسة كثيرا لمشاركة في مثل هذه الاجتماعات. شكرا آيستي. الآن ننتقل إلى المتحدث التالي، تفضل. شكرا، أمل أن تسمعوني جيدا. نعم تفضل، أنا أدعى نوبة، أنا من السنغال في أفريقيا، ولكن الآن أنا متواجد في بوسطن في الولايات المتحدة، وأنا قد عرفت مراحل مشابهة لآي سي، أين تم تشخيصي بكسور القلب منذ 10 سنوات بسبب إذا ظروف ولادتي خلقية، وهكذا تم تشخيصي بكسور القلب، واضطررت للعيش مع مضخة تم تركيبها لمدة 6 سنوات، ومنذ حوالي 9 أشهر حصلت أو خضعت لعملية زراعة القلب، وأنا هنا الآن ومسؤول المشاركة مستعد للإجابة عن أي سؤال. وأخيرا السيد جاك إكبكشي، تفضل بالتعريف عن نفسك من فضلك. أنا أدعى جاك إكمكجي، أنا ولدت في العام 45، وبالتالي أنا عمري 78 سنة. بالنسبة إلى تجربتي مع كسور القلب فهي حديثة، ولكن مشاكلي الصحية بدأت قبل ذلك بكثير، وربما تراكم المشاكل الصحية أدت إلى إصابتي ربما بكسور القلب. أول مرة دخلت المستشفى كان في العام 2009، ولم يكن بسبب قصور القلب، ولاحقا عانيت من السرطان وأمراض أخرى، مشاكل في البول، واضطررت للخضوع لعمليات جراحية، ولكن طبعا كل تلك المشاكل قد ضغطت كثيرا علي، بالإضافة طبعا إلى الظروف التي نعيشها في بلادي، ويجب عدم التقليل منها، لأن الظروف التي نعيش فيها طبعا تؤثر علينا، لا سيما أن لبنان، بلدي لبنان، قد عرف الكثير من المشاكل والصعوبات في السنوات الأخيرة، من دون أن ننسى أيضا جائحة الكوفيد التي بدأت في العام 2019 أواخر 2019، بالإضافة إلى انفجار بيروت أو تفجير بيروت الرهيب الذي شبه بانفجار هيروشيما، وقد كان شيئا رهيبا وقد أثر كثيرا بنا جميعنا، كل السكان، كل المواطنين في لبنان. وبالتالي فإن كل تلك العوامل قد سرعت من إصابتي بكسور القلب بحسب اعتقادي، وقد بدأت مشكلتي مع كسور القلب أعتقد في أواسط العام 2015، عندما بدأوا بمعالجتي لمشاكل في كهرباء القلب، فبدأت بتناول الأدوية التي ساعدتني على إيجاد التوازن والاستقرار، كان علاجا جيدا. كنت أتناول دواء السيتالول، ولاحقا في العام الماضي فجأة عرفت تجربتي الأخطر على مستوى الإصابة بقصور القلب،
لأنه تم إدخالي إلى المستشفى وكنت في حالة خطيرة، وقد خضعت لعملية جراحية بحيث تم استبدال صمام الأبهر، ومنذ ذلك الحين فإن حالتي الصحية جيدة ومستقرة، ولكن ما زلت أعاني من المشكلة الصحية الأخرى التي في عمود الفقري التي تؤثر كثيرا على جسدي على مستوى البطن والرجلين. طبعا طبعا وطبعا نحن نعرف عن العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى مرافقة، وهذا ما يضع المزيد من الضغوط. لذلك نحن نقدر ونثمن عاليا مشاركتكم وتحدثكم عن تجاربكم. لقد سمعنا إذن عن معنى كسور القلب والأسباب المتعددة والعوارض والعلامات المختلفة. وطبعا بالنسبة إلى المصابين حديثا أو الذين يتم تشخيصهم حديثا فهذا مرهق وصعب. من هنا أهمية فهم جيدا هذا المرض ومعرفة كل الحاجات. ماذا بالنسبة لك؟ طبعا أنا رحلتي ربما متميزة ولكنها فيها كثير من الأمور مشتركة مع أيشتي، تجربة أيشتي والسيد جاك. أنا بدأت عواردي أولا، كان لدي عوارض تشبه عوارض الإنفلونزا أو نزاف برد، فبدأت بمعالجة نفسي على هذا الأساس، ولكن أصبحت حالتي أسوأ، ساءت حالتي، وبالتالي ذهبت إلى المستشفى وخضعت لاختبارات، وبعدها شخصوا قالوا لي بأن قلبي حجمه أكبر من الحجم الطبيعي، وهكذا تم تشخيصي. إذن وأيضا خضعت لأيضا اختبارات جينية، وهكذا توصلوا إلى أن المشكلة بدأت ولي طبعا إن أنا في حالتي كان لدي الحظ في التعامل مع ممرضين واختصاصيين وأطباء قد شرحوا كل شيء وزادوني بالمعلومات ومدوني بالدعم، وكل ذلك كان فعلا مهم جدا. وكما قال جاك، فطبعا إن ظروف الحياة والضغوطات التي نتعرض لها كلها مهمة وكلها تؤثر، ومن هنا يجب أن نجد الطريقة لتخفيف ذلك، وهذا طبعا بالنسبة بحسب تجربتي. طبعا 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 من هنا أهمية الاعتماد على أطباء وعلى مقدمي الرعاية، ولكن أيضا الاتكال على العائلة وإشراك العائلة، وأن يكونوا مدركين أو يطلعوا على معلومات لأنهم مهم، ولأن طبعا دعمهم مهم طبعا، وكل من يحيط بكم. طبعا بالنسبة كما قلت أيضا كما سمعنا عن التوقعات، طبعا أيضا يجب أن فعلا أن نتحدث عن المشكلة وأن نحصل على الدعم من الاختصاصيين إلى ما هنالك. طبعا هذا صحيح. نسمع أيضا بأن من المرضى بأن الموارد مثلا أو أن هناك بعض المصطلحات الطبية الصعبة، أو أن لغة الاختصاصيين ومقدمي الرعاية غير واضحة. ماذا بالنسبة إليك يا آيستي؟
ماذا تقدمين وكيف يمكنك أن تساعدي؟ بما تنصحين المرضى الذين يعانون من ذلك؟ طبعا هذا سؤال وجيه جدا، لأننا كثيرا ما ربما يصعب علينا فهم ربما كل المصطلحات الطبية، وهذا ما يمنعنا من فهم أو الاطلاع على بعض المعلومات المهمة. وأنا عانيت من جهدا لفهم كل شيء، وقد فهمت في البداية بأنني كنت أموت وأنني في المرحلة الأخيرة من قصور القلب. من هنا أهمية بالنسبة لي طبعا مقدمي الرعاية إذن، أو أيضا جمعيات المرضى أولا على المستوى المحلي أن يقدموا المعلومات والتوضيحات ويسهلوا أو يفسروا المصطلحات من خلال مثلا الدليل، أي دليل من أجل تسهيل إذن عمليات الفهم ومحاولة استخدام أقل عدد ممكن من أو عدد أقل من المصطلحات الطبية، أو تسهيل بعض أسماء الأدوية ربما. ولكن طبعا هناك كلمات ومصطلحات لا يمكن تغييرها، ولكن يمكننا أن نفسرها بصورة مبسطة أكثر، ولا سيما تسليط الضوء على فوائدها. توصيتي للجميع، لا تخافوا من المصطلحات الطبيعية، فلا بأس أن تطرحوا الأسئلة على الأطباء وتطلبوا منهم أن يشرحوا لهم وأن يستخدموا المصطلحات والكلمات التي يسهل عليكم فهمها. شكرا على هذه النصيحة. جاك، ماذا بالنسبة إلى رأيك؟ أعتقد بأننا خسرنا جاك، كنت أريد أن أسأله عن مسألة أو مشكلة المصطلحات، ولكن يبدو أننا فقدناه للأسف. حسنا، بالنسبة إلى الحصول على المزيد من المعلومات، نعرف بأن هناك صعوبة للحصول على المعلومات الصحية، من هنا نفهم أن بعض المرضى سوف يلجؤون إلى وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك، ولست أدري مدى ربما موثوقية مثل هذه المعلومات. ماذا بالنسبة إليكم وعملية بحثكم عن المعلومات، وهل تحصلون عليها بسهولة؟ طبعا هذا من أهم التحديات، مثلا عندما تم تشخيصي منذ حوالي 10 سنوات، بدأت بالبحث في جوجل في محاولة فهم المزيد من المعلومات، وبالتالي هذا طبعا من أهم التحديات، أول التحديات التي تواجهنا. ولكن يجب أن لا نخاف من أي مصطلحات، من أي معلومات، من طرح الأسئلة. إذن يجب أن نجد طريقة لتثقيف أنفسنا، للاطلاع على المعلومات، للفهم. وطبعا بالنسبة للمعلومات التقنية الطبية جدا ليس من الضروري ربما أن نفرضها على المرضى، يجب تبسيطها. طبعا هناك الكثير من المعلومات التي يتم تبسيطها والنصائح والإرشادات على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مواقع الإنترنت وهي صحيحة، حتى أنا شاركت في توفير مثل هذه المعلومات. ما نقوم به مثلا نحن ضمن مجموعتنا نأخذ مثلا معلومات من أصحاب الاختصاص ونحاول تبسيطها، نتكل أيضا على التعاون أو نعتمد على التعاون والمساعدة من صحفيين مرموقين اختصاصيين أعضاء أيضا في الجمعيات، ونطلب إليهم استخدام أو ترجمة المعلومات أو استخدام مصطلحات أسهل للتوضيح. وطبعا هي متوافرة، وجعل كل تلك المعلومات متوافرة أيضا للجميع. هذه من الأمور التي يمكن القيام بها ويمكن الحصول عليها، بالإضافة إلى المقارنة مع مصلحة معلومات من موارد أخرى. وطبعا بالنسبة إلى الأكرونيمز أو الاختصارات، هي موجودة فقط باللغة الإنجليزية، يجب أن نعرف ما تعنيها أيضا. إذا يمكننا أن نتكيف مع هذا الأمر، ولكن ذلك يتطلب منا بعض الصبر وأن ندرك منذ البداية بأنها طويلة.
ولكن يجب طبعا عدم الاستسلام بل المضي قدما. وأحيانا كما نقرأ في الإنجيل أو القرآن فأيضا يجب أن نتشارك ذلك مع أصدقاء، مع أقرباء، مع أشخاص آخرين. يجب التحدث إلى بعضنا البعض، وهذا يساعدنا ويسمح لنا أيضا بالتعلم أكثر. هذا صحيح. ماذا بالنسبة إلى توفير موارد أيضا يمكن الحصول أو الوصول إليها على المستوى الثقافي لا سيما، وأن معظم الموارد إنما يتم وضعها والمراجع باللغتين الإنجليزية، ولكن هذا طبعا يمنع الكثير من الوصول إليها أو فهمها. مثلا أنا من ليتوانيا، نسيت ذكر ذلك، إن بلادي صغيرة وطبعا نحن نفتقر إلى المعلومات، ليس طبعا هناك نقص في المعلومات، ولا سيما عندما طبعا تم تشخيصي كان من الصعب جدا الحصول على معلومات، ولا سيما أن معظم المعلومات كانت باللغة الإنجليزية. هنا يكون تحد آخر، إذن يجب أن نحصل على أو يجب توفير معلومات ذات جودة لمختلف المجتمعات، مختلف المناطق، ومختلف اللغات. نحن أيضا نعمل مع عدة جمعيات من عدة دول، وهذا يساعد، ونحن نعمل على توفير معلومات ذات نوعية وجودة بعدة لغات يمكن تشاركها مع المرضى، يمكن للمرضى الحصول عليها، يمكن نشرها على قنوات التواصل الاجتماعي، على مواقع الإنترنت. وهذا كله مهم جدا، مهم جدا، من المهم جدا تشارك وتبادل المعلومات والتجارب. وبالتالي أنا أؤيد تماما المتحدث السابق، لا سيما بالنسبة للأشخاص مثلي أنا يعيشون مع قلب تم زرعه، فالكثير قد توجه إلي وطرح أسئلة وأنا أشجع ذلك. يجب أن أتحدث إلى أشخاص مروا بهذه التجربة، فهذا طبعا مهم جدا. لا سيما ان كنا نشعر بالقلق، يمكننا ان نحصل على المعلومات من اشخاص مثلي انا. ونحن علينا، مثلا انا خضعت لزراعة قلب، يجب ان اشجع الجميع واتشارك كل المعلومات الى الاخرين. طبعا هذا مهم جدا، توافر المعلومات، توافر الموارد، ايضا عمل الجمعيات المحلية، لا سيما أن المرضى يحتاجون إلى المعلومات ويجب دعمهم، ويجب طبعا تقديم المساعدة والقيام بما قمتم به بالحديث عن تلك الموارد. طبعا المرضى هم بحاجة للحصول على معلومات، كذلك عائلاتهم، أصدقائهم. ولكن ماذا بالنسبة أيضا إلى الصحة النفسية العقلية؟ لأن طبعا الظروف الصحية والعمليات والعلاج أمور صعبة، ولكن ماذا بالنسبة إلى الصحة النفسية العقلية؟ فكيف يمكن تقديم الدعم لا سيما من خلال الاختصاصيين؟ ماذا بالنسبة إليك؟ لقد نسيت أن أشير أو أنوه بعمل الاختصاصيين من أطباء وممرضين، ولا سيما أنهم أيضا هم يتعبون وأحيانا يعملون 24 ساعة في النهار، وطبعا يبذلون جهدا لتقديم الدعم النفسي. ولكن بالنسبة إلى هذا المستوى، قد سمعنا عن عوامل الضاغطة والإجهاد والظروف المحيطة بنا أنا، وأيضا كل الإرشادات والنصائح، وأنه يجب أن نستمر في ممارسة التمارين وكل الإرشادات التي سمعناها. ولكن طبعا أحيانا يكون ذلك صعبا في البداية. أنا مررت بهذه التجربة وأنا واجهت الصعوبات طبعا في البداية. إذن يجب أن نتكيف مع ذلك ونكيف عاداتنا، منذ لحظة التشخيص أيضا الحصول على الدعم من الاختصاصيين، من المعالجين، من العائلة أيضا. الدعم مهم جدا وأساسي.
وطبعا إن التدخلات تختلف من مرحلة إلى أخرى، مثلا بالنسبة إلي وإلى خلفيتي، أنا اضطررت أو كنت بحاجة للتحدث مع عائلتي، مع اختصاصيين، ومع وطبعا أنا طبعا انتقلت إلى عدة أماكن، تنقلت ما بين أفريقيا، ولاحقا انتهى بي المطاف في الولايات المتحدة. وطبعا إن كل هذه ظروف المجتمعات والظروف تغيرت. الآن أعيش منذ العام 2016 كشخص أسود في الولايات المتحدة، وهذا بحد ذاته يفرض ضغوطا علي. فأنا كنت أتوقع، كانت لدي توقعات مغايرة، ولكن الحقيقة ليست تماما كذلك. قد أن أصاب أحيانا ببعض الإحباط، بعض الاكتئاب، ولكن يجب تخطي ذلك خلال الحصول على الدعم والمعالجة. أحيانا إذا، أحيانا إذا يجب فعلا عدم الاستسلام، وأن نعرف العلامات ونتنبه إلى العوارض، وأن نسعى إلى الحصول على المعالجة. أنا حصلت على العلاج، وبالتالي فإن الدعم مهم جدا. كل هذه أمور أساسية. أيضا الحصول على مساعدة ودعم نفسي ليس من السهل، ولكن مهم جدا من أجل إذا المضي قدما في هذه الرحلة. التحدث إلى الأشخاص والحصول على مساعدة نفسية وللحصول على الدعم النفسي أمر مهم جدا. أنا بالنسبة إلي كان ذلك أساسيا ومهما في كل مراحلي، لذلك أنا أستمر في النظام من أجل ذلك وفي المناصرة من أجل ذلك، وأمل أن يتمكن جميع المرضى من التنبه إلى هذا الأمر والحصول على الدعم النفسي والعلاج النفسي منذ البداية، وإبقاء ذلك نصب أعيننا، بالإضافة إلى كل الإرشادات والأمور المهمة مثل الاستمرار في التمارين، وأيضا إن اضطررتم للخضوع للزراعة فيجب النجاح بذلك والتعايش وتخطي ذلك والتعافي. كل ذلك مراحل إذا مهمة. نعم طبعا هذا مهم جدا، كلها عناصر مهمة جدا في رحلتكم الصحية. الآن وقد وصلنا إلى نهاية الويبينار الاجتماع، سوف أعيد التحدث وإعطاء الكلام لأنجيلا. أريد أن أطرح عليك سؤالا. طبعا لبنان يواجه الآن عدة أزمات تؤثر سلبا بالصحة والقطاع الصحي، لذلك أريد أن أعرف منك ما هي تأثيرات ذلك على المرضى، لا سيما وما يمكن للمرضى الذين يعيشون في ظروف صعبة أن يقوموا به من أجل تحسين ظروفهم الصحية. نعم هذا مهم جدا، وأنا كنت طبعا في خلال هذا الوقت بينما أستمع إليكم كنت أجيب على الأسئلة، العديد من الأسئلة. نعم لبنان يواجه وضعا سيئا، السيد جاك فقدناه لأن التيار الكهربائي انقطع لديه وليس لديه إنترنت، وهذا شأنه شأن العديد من الأشخاص في لبنان، لا يتمتعون بالتيار الكهربائي طوال الوقت، وهذا وطبعا إن الوضع الضاغط أيضا يمنعهم أو يضع صعوبات على طريقهم. إذا بالنسبة لوصولهم على الدعم الطبي، الوصول إلى الطبيب، إلى المستشفى، الحصول على الأدوية، على الأدوية التي تنقذ حياتهم أحيانا هي مفقودة في الأسواق، وبالتالي هذا ما يضطر بالعديد من اللبنانيين محاولة الحصول على الأدوية من الخارج، وهذا ما هو أمر مكلف، بالإضافة إلى الضغوطات أيضا على مقدمي الرعاية والعاملين في القطاع الصحي. كلنا نناضل، كلنا نعاني، وأنا أعرف بأن هناك العديد من الأشخاص الآخرين الذين يعانون من هذه الضغوطات ويواجهون صعوبات في مختلف أنحاء العالم، في أنحاء أخرى، إن كان على مستوى المرضى أو مقدمي الرعاية، وهذا ما يضع مزيدا من الضغوطات ومن المخاطر، يزيد من المخاطر
إذا بالنسبة إلى المرضى وإمكانية حصولهم على الرعاية. إن كنتم تعيشون في بلاد تعاني من ظروف صعبة، طبعا إن الصحة الاستباقية، الرعاية الصحية المستبقة والاستباقية هي من أفضل الخيارات التي سوف تساعدكم على إبطاء تقدم المرض، وسوف تحصلون على المزيد من المعلومات من خلال اطلاعكم على الدليل الذي تحدثنا عنه. إذا يجب أن تحافظوا قدر الإمكان على نمط حياة، أسلوب حياة صحي، ولكن للأسف هناك فوارق واختلافات ما بين مختلف الدول. طبعا هذا مهم جدا ويجب أن نفهم جيدا، هذا مهم جدا لا سيما على مستوى الرعاية العالمية. لذلك نشكرك على هذه المعلومات. أريد أن أجيب أحد الأسئلة المهمة، فأحدهم سألني عن الاختلافات الجندرية لا سيما بالنسبة إلى تحديد العوامل والعلامات. أنا فعلا استحسنت كثيرا وجود إذن متحدثين ومشاركين من جنسيات مختلفة، لأن التجربة ليست فقط مرتبطة بالثقافات والمناطق الجغرافية والمجتمعات، بل أيضا الجندرية، لأن بعض النساء في العالم للأسف يتأخرون في تشخيص حالاتهم، لأن الأولوية للأسف في بعض المجتمعات لا تعطى لهم. ونبدأ بذلك من هنا، في بعض مناطق ودول الشرق الأوسط لا تعطى الأولوية للأسف للنساء في كل المناطق، فيتم تأخير تشخيص النساء، وحتى أن مقدمي الرعاية لا يلاحظون ربما بعض العوارض لدى بعض السيدات بسبب كونها ربما غير متواترة أو صامتة. يجب إذن أن نتنبه لكل تلك الأمور. طبعا أنت محقة، يجب أن نتنبه لكل تلك الأمور وإلى الفوارق للأسف، وأيضا على مستوى الجندري بين النساء والرجال. ولكن يجب أن لا ننسى بأنه يجب أن لا ننسى أي أحد في الخلف. شكرا أنجيلا. في نهاية هذا الويبينار أريد أن أشكر كل الجميع على مداخلتهم، الجميع على مشاركتكم. طبعا نحن مسرورون بمشاركتنا مع لبنان ومع أنجيلا. شكرا للحضور المشتركين، أمل أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات، فهذه من الفعاليات المهمة جدا بالنسبة إلينا. وسوف تحصلون بعد خروجكم من هذه الندوة على تقييم، نأمل باستمارة التقييم، نأمل بأن تملأوها وترسلوها إليكم إلينا، لأن رأيكم مهم جدا. أيضا نشكر أنجيلا أيضا على إذا وضع أو توفير مداخلتها لاحقا بالعربية بالنسبة للجميع. شكرا لكل المشاركين، شكرا للجميع، إلى